ورجعنا لكم مع الفقرة المهمة جدا عندي، المشكلات وحلها. ومعانا طبعا تعرفين انا لوحدي ما بحتاس، فمعايا حقيقة استشارة الصحة النفسية الدكتورة رحاب الفقي، وهي من الناس اللي بتتكلم بطريقة جميلة جدا، وانا سعيدة انها معايا النهاردة. شكرا ليك جدا. ولابسة الاخضر ومزغلليني وانا بحب الاخضر. كنا قاعدين بنتكلم قبل ما نبتدي نصور ان انا بحب قوي اللون الاخضر، وبعد تسألني بقى طب انت تحبي ليه وعشان ايه؟ حللت صح؟ المهم الاجابات كانت كويسه. والله حللتني 100 100. عايزه اقول لك نورتينا يا دكتوره بجد، شكرا ليكي. خش على التقل اتفضلي. ربنا معانا. يلا ماشي. انا عندي 34 سنه، متجوزه من حوالي 10 سنين. مشكلتي اني ما عنديش اصحاب اقابلهم واقعد معاهم واتكلم معاهم. اصحاب المدرسه والجامعه كل واحده انشغل في حياته وظروفه، رغم اننا بنتواصل كل فتره، لكن برضه ما فيش وقت نتقابل ونخرج ونتابع اخبار بعض غير كل فين وفين. انا شخصيه اجتماعيه ودوده جدا، وعندي زملاء في الشغل كتير بحبهم واحترمهم، وهم كمان بيحبوني جدا، لكن مش اصدقائي. نفسي يبقى عندي اصحاب اخرج معاهم واتقابل معاهم واحس انهم واقفين جنبي او بينصحوني وقت ما احتاج لهم. هل طبيعي اعيش من غير اصحاب ولا المفروض اعمل ايه؟ تمام، خش انت على الاجابه. هقول لك بس الاول موضوع العمر ده عشان ايه. احنا عندنا عمر سيكولوجي، عمر نفسي، وعمر عقلي، وعمر بيولوجي. العمر البيولوجي اللي احنا عارفين هو يوم ولادك لحد النهارده. عندنا عمر النفسي، ده العمر الحاله النفسيه اللي انت عايشه بيها، وهو ده اللي بناخد بيه بالمناسبه. طب انا 34 تمام سنة. فانا موافقه، ممكن تبقي 29 كمان على موقفي. انا بحب اهزر بس. لا طبعا ده انت احلى حاجه في الموضوع كله. بصي، هي عندها 34 سنه، فده معنى صغيره جدا في السن. انا يعني هحللها بشكل ممكن يزعلها شويه. طب قولي. المشكله فيها مش في النتورك اللي حواليها. مش معقوله تكون حد عنده اجتماعيه عاليه كده وهي محبوب. بتقول ومحبوبه وبتحب ان هي تبقى سوشيالايز وما عندهاش صحاب. هي عندها يعني دي عندها ايشو، او ممكن نقول ايه، مشكله ثقه. ممكن تكون بتخاف من الناس، او ما تبدا تخش في علاقه تروح عامله حاجز كده وراجعه تاني، فبالتالي هي مش عارفه تحافظ على حد. كلنا بنشغل، كلنا عندنا حياتنا، بس معانا اصحابنا بنكمل بيهم. فهي محتاجه تراجع نفسها هي الاول. تراجع كده علاقاتها القديمه، وقفت لحد فين؟ وليه الناس اتشغلت؟ لما انت برضو مشغوله، انت بتشتغلي وتتجوز، يعني تعمل ايه عشان تبتدي تخلي من الاصحاب اصدقاء؟ حلو قوي. احنا عندنا في حاجه اسمها النتورك الكبيره، مش اي حد زي ما بنقول كده دايما ايه، كل الناس في حياتنا عباره عن ضيوف في الصالون. طبعا فلازم اولا يعدوا بمراحل في تجارب في حياتك، زائد ان انت لازم تشتغلي عليها. ان انت تقدمي العلاقه تبقى رايحه بيني وبينك وبين الطرف اللي قدام، ما ينفعش انت بس تستني ان هم اللي يسالوا وهم اللي يحبوكي وهم اللي يهادوك، انت كمان لازم تعملي ده. اختاري الناس اللي شبهك. يعني ما تروحيش لحد عكسك في التقاليد والعادات مثلا، او في التربيه او وتقولي انا عايزه صاحب ده، وترجعي تقولي لسه مش عارفه صاحبه. ما هو انت لازم تختاري حاجه مناسبه، مش هتبقى ايكوال ليكي بالظبط، بس اتليست متشابهين في الظروف. ما ينفعش ممكن تختار غلط تبقى مشكله بالظبط كده. يعني الصديقه دي تيجي على دماغك، عايزه اقول لك سوري ده، وده اللي بيحصل فعلا. فيعني لازم اختيار الصديق ده اختيار. وانا دايما عندي يعني ايه حته كده، قولي لي. احب اعمل مش ستاره ولا حاجز ولا اي حاجه، بس مفيش حد يبقى معايا في طول حياتي. يعني لازم يبقى فيه برايفسي. صح. يعني ايه؟ اما اصل انت ممكن محرومه من الاصدقاء، فتلاقي صديقه تخش في حياتك فجاه فتبقي ليل نهار معاها، مش هينفع. ده مش انت لازم يبقى لك حياتك. فانا عايزه اقول اختيار الصديق يكون نقي، يكون محترم، يكون بيحبني بجد، واختبره. يعني مش اختبره واقعد اختبره، لا، يعني في مواقف معينه الله والله الست دي كانت جدعه جدا معايا في الموقف ده، والله عملت موقف كده معايا تمام، لما حصل كذا اتصرفت كذا، فانا احط انشن عليها تبقى صديقه ليا. لان دايما الاصدقاء لازم يكونوا زي الاخوات، هيبقوا اكتر من الاخوات. الاصدقاء مش في الفرح والخروجات والصور والفيسبوك والكومنتات، الاصدقاء وقت المحن زي ما حضرتك قلتي، زي ما لما ابقى واقفه في موقف هم دول اللي بيقفوا معايا بجد، دول الصحاب. ومفيش حاجه في الدنيا دايما طبعا، يعني ممكن يبقى عندك صاحبه عايزاكي جدا وجدعه جدا، ولا ايام خدتكم وكل واحد اتفرق. ده طبيعي، دي سنه حياه. فلكن الحاله اللي معانا النهارده والعميله اللي معانا النهارده، لازم نقول لها اولا راجعي نفسك، في مشكله عندك في موضوع الكوميتمنت او في موضوع الثقه مع الناس. تاني حاجه اختاري الصديقه اللي مناسبه لظروفك. بالظبط. ما تجيبيش، ما تخليش واحده صديقتك تبقى مثلا مش متجوزه وتصاحبيها، لان ده هي هتسحبك معاها، فهيبقى الموضوع مختلف. إيه، اسالك سؤال. اتفضل. هو برضو الحياه تنفع من غير اصحاب؟ لا مش كده؟ ما ينفعش. عندنا حكمه بتقول، او مثل مصري مشهور قوي، الجنه من غير ناس
هتتداس بتتداس. تمام كده؟ يعني بغض النظر لا ان طبعا. ده موضوع كبير، بس هي كده نفس الفكره، ان الشخص عايش من غير اللي هي الكومفورت زون او السبورت سيستم. احنا بنقول على الاصحاب دول السبورت سيستم بتاع طبعا البني ادم مهمة جدا. غير العيله خالص. العيله دي حاجه، والاصدقاء السبورت سيستم بتاع اي حد عايش على وجه الارض. فان شخص عارف يستغنى عن الاصدقاء او النتورك، ده فشل منه اولا. ثانيا ده شخص متوحد، طبعا عنده توحد مكتسب مش ذاتي، مش يعني مش عشان مرض. عشان ما ندخلش في قصه تانية، بس هو ده شخص متوحد، وده تخافي منه اللي طبعا ما عندوش حته الانتماء او الولاء، بيستغنى بسهوله عن الناس دي، مش العريس حلو بيتقدم يقول لك شوف اصحابه مين يعني دلوقتي. فهمت، او بقى عروسه صح صحابها مين يعني فهمتي قصدي صح ليه بقى، لان الحته دي مهمه، لان الصحاب دول وجهه بتاعتك، ميرور، المرايه، الملايه المرايه بتاعتك ليك. صح، طبعا. خش على بعده. اتفضلي. ماشي. انا عندي 65 سنه ومتجوزه من اكتر من 40 سنه، عندي بنتين ولد بنتين ولد، متجوزين. طب كويس. مشكلتي اني بدات بقالي شويه احس اني ندمانه على حياتي اللي فاتت كلها، واو. وعلى عمري اللي ضاع. ليه كده يا ست مريض؟ خصوصا بعد ما جوزي طلع معاش وبقى قاعد لي في البيت معظم الوقت، متنرفز وبيزعق ومش عاجبه حاجه. هو طول العمر عصبي، لكن بعد المعاش الموضوع زاد، وانا نفسيتي واعصابي مش متحملين افضل عايشه في التوتر ده. ودايما بلاحظ ان عصبيته بتزيد لما الاولاد والاحفاد يكونوا موجودين مجتمعين، هو مش واخد على كده الظاهر، في الاعياد والمناسبات انا ببقى محتاجه وجودهم، هو طريقته بتخليهم مش عاوزين يجوا عندنا كتير. هي مش عارفه اعمل ايه، ساعدوني. تمام. نبتدي، عندنا كذا جزء في الموضوع، يعني هناخدها من، ممكن ناخد عمرها من الرضاعه الاخر. الاول امراض ده الاول. طيب، هي 65 سنه، ده متوقع يعني يبقى صغيره عندها اكتئاب بعد السن، بعد 60 في ضرورة فعل طبيعي. عايز اقول لك حاجه مهمه جدا في موضوع كبار السن، ان الاكتئاب ممكن ما يبقى اكتئاب مصاحب لامراض مزمنه زي السكر والضغط. يعني ما عندهمش اكتئاب، هو عرض من اعراض مرض جسدي، زائد انه ممكن يكون جانب من جوانب السايد افكت بتاع الادويه اللي بياخدوها لعلاج مرض تاني. فتشخيص الاكتئاب عند كبار السن صعب شويه، يعني لازم اعرف الاول الامراض المزمنه زي السكر والضغط، مرض القلب، امراض الكلى، هو المعده. قعدته في البيت، خلي بالك الراجل لما بيقعد في البيت ده دي قصه كبيره، لا بتبقى صعبه، خاصه بعد لو بقى حد بيشتغل ومعاش فاضلها بقى قاعد فاضلها، خاصه انه عصبي. عارف يقول لك على السقطه واللقطه زي ما بيقولوا. فهو عصبي اصلا، فدي عصبي، برضو ده معناه ان هو ما عندوش ملذات في حياته. ما هو الشخص العصبي لما تيجي تدوري ورا اي يعني بغض النظر عن السن، متعصب في كل ما حاجه. عندوش حاجه حلوه في حياته تخليه يبقى مبسوط. فكره ان هو مش مستحمل وبيزعق عشان هو مش متعود على الدوشه، والصوت كبار السن عندهم حساسيه شويه طبعا. من الدوشه والزعيق والحركه الكتير، عايزين يعيشوا، عارفه هدوء. الاستقنيصه اللي عايز طلع معاش بقى وعايز يستقنيص كده، يروق دماغه، اللي هو الست اللي يقعد معاه دي يرتاح. حرام. طيب. هي بقى عكسه، عكس شخصيته، هي عايزه تحس ان هي عملت حاجه في حياتها، هي بتدور على العيله طبعا. والاحفاد لانها بتشوف فيهم انجازها اللي هي زعلانه ان عمرها ضاع عليه. عايزه اقول لها ان حضرتك مش محتاجه غير ان انت تبصي لاولادك واحفادك، ده الانجاز الاكبر اللي عملتيه، وقد ايه انت نجحتي ووصلتي، انه بالظبط. بنتك بتكمل مسيرتك وحفيدك بيكمل مسيره بنتك اللي حضرتك زرعتيها من الاول. ده اكبر انجاز لاي ام في الدنيا، ان هي بتشوف عيلتها تعمل بتكبر. كأنها مش واخده بالها يعني. لا مش واخده بالها ليه؟ لا، في الزوج، في مع الزوج. الزوج. الزوج بقى المفروض هي لما تحب يبقى في تجمع ممكن هي تروح لو صحتها تقدر، بس حتى لو ده يهون اكتر تكبر شويه دماغها يعني، وتكبر حتى دماغها. اولاده مش معقول هيزعلوا منه يعني، اولاده في الاخر. فما لو هي قطعت الموضوع ده انا مش من رايي لا خالص، تقلله يعني، ممكن يبقى بس في مناسبات العيد مثلا او يوم تحجمه، العيد ما يعني كلنا جزء بنتجمع. عليها انها تروح وهم جزء هم يجوا. وفي بالظبط نفس كده. الوقت هي ممكن برضه عشان نساعد الزوج نعرف هو ليه متعصب، ممكن على فكره بعض الادويه البسيطه اللي تناسب حالته الصحيه تهدي الدنيا معاه خالص، فيبقى الموضوع اروق من كده. في كده، وفي رجاله ترفض تقول لك لا انا كويس، انا مالي في ايه؟ انا زي الفل. بجد عارفه انتوا اللي تعبانين. ايوه يعني ما بيقولوش، ما بيعترفوش بده. فانا بقول هي انت كبرت دماغ معاه شويه، وبعدين انت حياتك ما ضاعتش زي ما الدكتوره قالت، انت بالعكس دي انجزتي انجازات جامده جدا، وعندك احفاد ما شاء الله غيرك محروم من ده يعني، في كتير محرومين من الاسر، فانت بالعكس انت عندك اسره تحمدي ربنا عليها، وانت عامله انجاز كبير جدا في حياتك، فخلاص ده تمام. فالحته الاولانيه خلاص احنا، والدكتوره قالت لك رايها فيها، وانا بقول لك برده باكد معاكي انك انجزتي انجاز جامد جدا. حته الزوج، هو راجل لما يقعد في البيت حاولي تشغلي يعني، لو يشتغل يبقى يا ريت شجعيه يشتغل. بصي، القرايه في مفيده قوي في الوقت ده، جيبي له كتب. او تعملوا مسيره حياته في كتاب كده لا، ينبهر وبعدين بيه. شجعيه يقول ايه رايك ما تشتغل، انت صغير لسه، ما تحسش انه كبر، هو طلع معاش فهو نفسيا تعبان،
خلي بالك، كان قوي في شغله، كان بيروح بيجي بينزل، عنده حاجه مهمه مهتم بيها، فجاه قاعد في البيت زيه زي الست، هو بالنسبه له ده الاحساس، خلي بالك. فانت طلعيه من الحته دي بانك اولا تشجعيه ممكن يشتغل تاني، دي حته ممكن تبقى مفيده، يا اما تجيبي له بقى كتب زي ما الدكتوره أو قالت. هواية الله، ده انا بيحبها. قريت روايه حلوه جدا وكتاب، طب ايه رايك تقراه تهدي من اعصابه شويه. فانت حاولي ما تستفزيهوش بقى، يعني حاولي ما عندكيش حل. طيب هنطلع فاصل، نكمل مع بعض بقيه المشاكل اللي معانا دلوقتي. ورجعنا لكم مع الدكتوره ريحاب الفقي. يا دكتوره اتفضلي، خش على بعض يا دكتور. يلا بينا. يلا بينا. انا عندي 40 سنه ومتجوزه وعندي 3 بنات، مشكلتي اني حساسه لاقصى درجه، رغم اني عشت ظروف صعبه كتير وتعلمت في الحياه حاجات كتيره جدا غيرت كل طباع كتير، لكن مشكله الحساسيه دي مش قادره اغيرها. اقل كلمه بتضايقني واقل مشكله بتغير مودي، سواء من جوزي او ولادي او حتى مع اهلي، ما بحبش حد يضايقني ولا بكلمه. وعلى فكره يعني باخد بالي جدا من تعاملاتي مع الناس وكلامي، وبراعي شعور كل اللي حواليا عشان ما اجرحش حد وما اقولش كلمه تضايق حد او تحرجه، لكن ما بلاقيش كل اللي حواليا بيعملوا كده. كتير بيتقال كلام يضايقني ويزعجني من ناس عارفين كويس قوي اني حساسه ونبهتهم كتير لكده، ازاي اغير نفسي وابقاش حساسه كده لاني تعبت. تمام، ناخد جزء جزء. بصي، حسيت ان الموضوع فيه كذا حاجه. الشخصيه اللي اسمها حساسيه تفاعليه، او الشخصيه الحساسه ده الدارج بيتقال عليه، ده نتيجه حرمان عاطفي في الطفوله. تمام، والله ده بيجي النتيجه دي، نتيجه حرمان عاطفي في فتره الطفوله وعدم عارفه حته الثقه بالنفس اللي بتديها لاولادك، فبيطلع ان هو ايه، انا مش فارق معايا راي الناس، لان الدايره بتاعه اراء الناس دي مش بتاعتك، مهمه قوي الثقه بالنفس بتاعه الناس اللي بره، فاللي شايفك بيبقى شايفك بنضارته، فمش فارق معانا. فهي عندها مشكله حرمان عاطفي، عشان كده هي بتدور على الثناء والتقدير والاحترام، وده طبعا مش موجود في مجتمع، اي مجتمع، مش مجتمعنا بس، الناس كلها شايفاكي منظور مختلف. دي اول حاجه. تاني حاجه اللي هي بتقول ان هي عندها خبرات من الحياه خلتها تتعلم الحساسيه التفاعليه، ده عرض من اعراض اضطراب نفسي تاني خالص. يعني ممكن يبقى عندها اكتئاب اصلا دوري، في نوع من انواع الاكتئاب اسمه اكتئاب دوري، بيجي كل ده إيه فتره كده، يعني كل شويه، مش هنقول موديه، مودية، حلو اللفظ ده قوي، مودية، اللي هو شوية أنا كويسة وشوية لا أنا مش كويسة، أنا شوية أنا تعبانة، وبعدين بستنى الشكة الصغيرة اللي هي مثلا كلمة تروح جاية بوظة موز. فكرة إن أنا ممكن الناس مبقاش قاصدة على فكرة، يعني ممكن خالص الكلام اللي بيضايقك دي مكنش قاصدينه. ما هو مين اللي بيترجم؟ أنا، ما هو أنا بترجم. يعني بتكلم على لسانها، ما أنا اللي بترجم، فأنا السوفت وير عندي بيقول لي إن برنسيس نهال قالت لي كلمة الفلانية فضايقتني. ما هو انت اللي ترجمتي ده، ما ممكن تكون هي مش قصدها حاجه خالص، بس هي المشكله عندها هي بقى شخصيا. هي بتقول لك انا عايزه، انا متضايقه من نفسي كده، هي مش هتعرف تعديها، مش هتعرف تعدي الموضوع ده لوحدها، هي محتاجه حاجه اسمها العلاج السلوكي المعرفي او السي بي تي، مشهور محتاجه يعني كوتش او طبيب نفسي، ثيرابيست، يعني نتكلم ان هو محتاج حد يساعدها. سي بي تي ده بيعالج الافكار، بياخد افكارك اللي جواكي المغلوطه يطلعها بره، ينظمها معاكي ببساطه كده، يرجعها لك تاني. فعشان نغير مفهوم عدم ثقتها في نفسها، وان الانتقاد ما بيفرقش خالص في شخصيتك في حاجه، هي محتاجه حد يساعدها انها تاخد. وده مش عيب على فكره، ده حاجه جميله جدا. لا خالص، هي بتقول انها اشتغلت على نفسها وغيرت حاجه كتير. خليني بس اوضح فكره التغيير، احنا ما بنتغيرش، احنا بننضج. الحياه وتجارب الحياه بتدينا خبره، فبتخلينا ننضج في الحكم على الامور بعد كده، طبعا ما بنتغيرش. لا كلام جميل، مش عارف اقول لك بارك ايه، قلت كل اللي انا عايز اقوله. لا بالعكس، كلام علمي وجميل جدا. وعلى لكي. فكره فعلا انت حلك في الحته دي، لازم تشوفي استشاري صحه نفسيه عشان تتكلمي معاه وينظمك، وحد يكون شاطر ان شاء الله تعدي من الازمه دي. وبرده حاول انت تشتغل على روحك شويه، يعني ايه، مش لازم كلمه اللي ضايقتك تحسس، يعني تكبريها، عديها عديها عديها، باي ان باي كده تهدي شويه، بس هو لازم استشاري صحه نفسيه. طيب انا عندي 32 سنه، متجوزه من حوالي 7 سنين، وعندي بنتين اعمارهم 2 و4 سنين. مشكلتي اني بشتغل مهندسه وجوزي مهندس، ولما جيت اقدم كان عايش في مصر، بعد لما اتجوزنا جاله عقد عمل في دوله عربيه، وقتها قرر يسافر، وانا الحقيقه كنت رافضه فكره السفر لان اهلي محتاجيني جنبه، لانهم كبار في السن وما اقدرش اعيش بعيد عنهم، كمان انا بحب شغلي جدا. المهم انه قال هيسافر كام سنه عشان الظروف الماديه تكون احسن، لكن بمجرد ما سافر هو مش عاوز يرجع تاني، وعاجبه السفر والاقامه بره، وطبعا المرتب اضعاف اللي بياخده هنا.
انا كنت بسافر له كل كام شهر في الاجازات والاعياد، وهو كمان كان بيجي في اجازاته. دلوقتي في مشكله اني انه عاوزني نسافر نقيم معاه بره، وانا ما زلت رافضه عشان اهلي وشغلي كمان. هو بيقول مش هيرجع هنا تاني وعاوز يكمل حياته بره. انا مش قادره اخد قرار واضيع شغلي وابعد عن اهلي، انصحوني. ما انت عندك حل، تبعدي عن جوزك. ما يعني بس هو انا رايي رايي هيزعلها، يعني حاسه انه هيزعلها قوي. طيب عندنا قاعده كده في الجواز او في الاستشارات الزوجيه، ما فيش حاجه اسمها زوج بعيد عن زوجها. بالظبط كده، ده مبدا. ده رايي انا كمان على فكره. ما فيش حاجه اسمها اصل انا جوزي طبعا بيشتغل بره وانا هنا، ايا كانت اكبر غلط في الحياه برافو عليك، لان بعد سوري رهيب يعني يحصل. ليكي بديل على طول اوتوماتيك، لان هو محتاجك وانت محتاجاه. هي بتقول ان عندها بنتين واعمار صغيره، فانت حرماهم من ابوهم. انا مش بقول انها غلط، انا بحلل لها الموقف كله طبعا وهقول لها تعمل ايه في الاخر. هي خايفه من الخطوه بس. برافو عليك. خلي بالك هي برضو قالت حته كده يعني لا واعيه سب كونشس كده، انا بحب شغلي، كررتها مرتين. ده معناه ان في حته انانيه شويه او انها خايفه من لا حاجه. هي حابه شغلها، هي ممكن تكون شغاله بس هي حابه شغلها. بس انت خلي بس بالك احنا هتخسري بيتك، عندنا اولويه. برافو هتخسري عليك. بيتك، بالظبط، هتخسريه، خلي بالك. اولويتي بيتي. هو ليه الراجل عامه في المجتمع العربي عموما مسؤوليته مسؤوليه البيت، طبعا. فهو طبيعي انه شايف ان بره احسن، ده حقه مش غلطه، وده انت لازم تساعديه عليه ولازم تكملي معاه. ما ينفعش هتاخدي قرار من غير ما تدفعي ضريبه، صح كده؟ صح. فسواء هتروحي له في ضريبه هتدفع هنا للوالد والوالده، سواء هتفضلي مع والدتك ووالدك هتدفعي بتعملي ضريبه. العكس حضرتك، يعني هي كانت بتسافر له، تسافر لهم. برافو عليكي. هو بالظبط ده اللي انا عايزه اقوله. اولا انت تقدري يعني اكيد في ابن خاله، ابن خال، ابن عم، قرايب، اخت، لازم اخ. تجيبي مقيم، ممكن يبقى في مقيم معاهم. الموضوع لو مادي هيبقى سهل على كلامها، طبعا. فانت تقدري. وتقدري انت بقى اللي تيجي زيارات، لان انت لازم تحافظي على بيتك واولادك لانهم في سن صغير بعيد عن الماديات خالص ومحتاجين ابوهم. كلام الدكتوره 100 100. انا مش عايزه اخوفك بس في حاجه، الراجل محتاج مراته معاه. خلي بالك من النقطه اللي بقولها لك دلوقتي، وانا هكون صريحه زي ما الدكتوره كانت صريحه، كويس؟ طالما محتاج مراته جنبه، خلي بالك اي حد هناك يلعب. وانا بقولها اي حد في الضريبة مكان غربه هيلعب، وهو هيبقى غصب عنه. ترجعي تندمي على خراب بيتك، على وجود زوجه تانية او صاحبه حبيبه تانية، وات ايفر ايه الوضع انا ما اعرفلوش. هو الراجل بالعكس مهتم بيكي وطالبك. انت تنظمي حياتك على حياه جوزك، بالظبط. شغلك ممكن تعملي نفس الشغل هناك في المكان اللي هو فيه. بالظبط اسعي انك تشتغلي شغلك هناك او ما يقربه او حاجه قريبه، يعني برضو ممكن ما تقعديش، اشتغلي. يبقى حتى لو ما اشتغلتيش او ما روحتي، رستقي امورك ورستقي بيتك ورستقي ولادك، وبعدين تبتدي تعبسي على شغل، فهتلاقي شغل هناك برضو، ما مش هتتوحدي يعني. لكن النقطه اللي عايزه اقولها، رجلك على رجل جوزك. البعد ده بيعمل مشاكل كبيره جدا، وبيعمل جفاء، وبيعود الراجل عدم وجود اسره، ويبقى هو هيبتدي يحس انه اناني شويه، ان حياته بقى هو متعود يخرج ويروح مع اصحابه ويرجع، يعني هيبقى ليه حياه بتاعته لوحده، مش هتلاقيه. كون حياه لوحده خلاص. فلما تيجي بقى يرجع مصر او انت تسافري له بعد بقى ستوليت، هتلاقي الدنيا متدمره. خاصة نقطة تانية مهمة، اتفضل. الولاد، الاولاد طبعا يعني احنا لازم بقى نقدموهم ده بالظبط طبعا. كده، في جاب هتحصل وفي تربية وحشة، يعني في نتيجة سيئة جدا لعدم وجوده. وحضرتك جبتي حاجه كويسه، اهلك تعبانين، في ممرضين بيجوا، اهلك تعبانين، في ست كير بتوع كير اللي هم بيحافظوا على كبار كواليفايد، حد السن كده متخصص. متخصصين لكبار بالظبط السن، تقعد معاهم. وانت اللي كنت بتعمليه معاه اعمليه معاهم. انت اتفقي معاه على كده، انا هاجي بس انا هسافر مثلا كل شهر او اتنين بالظبط. اقعد مع ماما اسبوع كده، هتبقى سهله عليه. خلي بالك تبقى سهله عليه، هو في ايام الصيف بالذات مش في المدارس. لكن جوزك ما تسيبيهوش طبعا خالص، طلبك لازم تروحي له، وده رأيي أنا والدكتورة. مظبوط. نورتينا وشرفتينا. هنطلع فاصل ومعانا ضيفة جميلة جدا، هنقعد معاها وندردش في حاجة مهمة أوي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.